السلام عليكم. اليوم في هذا الابيزود غادي نجاوبوا ثلاثه ديال لي زابوني اللي سولونا في لي كومونتير نفس السؤال، واللي هو على السما زرقاء. دونك سؤال زوين، يلا نجاوبوا عليه. باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي ندويو على جوج الحوايج اللي هما الشمس والغلاف الجوي. دونك اول حاجه، الشمس كتسرب لنا اشعه اللي هما بيضاء واللي مجموعين فيهم الالوان كاملين من البنفسجي للاحمر، وهذو هما الالوان اللي كنقدروا نشوفو بالعين المجرده. اللي ما كنقدروش نشوفو هما اللي خارجين على هذا لو سبيكتر ولا هذا الطيف، بحال مثلا لافراروج والالترا فيولي. دونك ملي هاد الاشعه كيدخلوا للغلاف الجوي كيستضفوا بزاف ديال المكونات اللي كنا دوينا عليهم في هذا الابيزود رقم 7، هما الازوت، الاكسجين، بخار الماء. دونك هاد المكونات اللي كاينين في الغلاف الجوي كينشروا الالوان في الاتجاهات كاملين، ولكن ما كينشروهمش بنفس الطريقه، حيت كل لون عنده الموجه ديالو كيختلفوا مع بعضياتهم في الطول ديال الموجه ديال كل واحد. كل ما كان الطول ديالو صغير كينتشر بزاف في الغلاف الجوي حيت التردد ديالو كيكون مرتفع. واللون الزرق والبنفسجي هما الالوان اللي الطول ديال الموجه ديالهم صغير وكيتنتشر بزاف. والا جينا نشوفو غنلقاو كل بنفسجي كيتنتشر اكثر من الزرق. دونك الا جينا نتبعو هاد الهضره خاص تكون السما بنفسجي، ولكن السما ديالنا زرقاء. علاش؟ حيت اولا العين ديالنا في طبيعتها كتشوف الزرق احسن من البنفسجي، والكميه ديال البنفسجي اللي كاين في الاشعه الشمسيه قليل على الكميه اللي كاينه ديال اللون الازرق، وداكشي علاش كنشوفو السما زرقاء وماشي بنفسجي. دونك باش نلخصو هادشي، السما ماشي زرقاء، ولكن اللون الازرق اللي كاين في الاشعه ديال الشمس واللي الطول ديال الموجه ديالو قصير منين كيتلاقى مع دوك المكونات اللي كاينين في الغلاف الجوي هو اللي كيتنتشر اكثر من الالوان الاخرين، وهادشي علاش السما زرقاء. وحاجه اخرى تقدروا تسالوا علاش في الشروق وفي الغروب كتكون السما حمراء وماشي زرقاء. دونك كيكون اللون الازرق ديجا تنتشر في المناطق اللي قريبه، والمناطق اللي بعيده اللي كيكون فيها الغروب ولا الشروق يلا كيوصلهم الالوان اللي الطول ديال الموجه ديالهم كبير واللي هما البرتقالي والاحمر. معلومه اخرى، الشمس ماشي صفراء، الشمس اللون ديالها ابيض. دونك علاش حنا كنشوفوها صفراء؟ حيت كيف ما قلنا من الاشعه ديال الشمس كتدخل للغلاف الجوي كيكون ديجا تنتشر منها اللون الازرق. والا جينا نحيدوا هذا اللون الازرق من اللون الابيض اللي هو اللون ديال اشعه الشمس كيعطينا اللون الاصفر، وهذا الشيء علاش كتبان لنا الشمس صفراء. دونك ليبيزود ديال اليوم سالات. الى عندكم حتى نتوما اسئله بغيتو نجاوبوا عليهم في فيديوهات جايه ان شاء الله، خليهم ليا في لي كومونتير. وما تنساوش كيف العاده تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم الى عجبتكم باش تكبر لا فامي. السلام عليكم ونهاركم مبروك.